الو، الو، انا كارولين اكارسو. قبل شوي اتصلت بدي احكي مع سهيل بيك. دقيقة لو سمحتي. الو، نعم، سهيل بيك، كارولين اكارسو بدها تحكي مع حضرتك. حول لك اياها كارولين. لا لا، تحوليها، قولي اني مشغول هلأ. امرك يا بيك. سهيل بيك عنده اجتماع وما رح يقدر يحكي معك بهالوقت يا خانم. تمام، بتشكرك. مصطفى فوق؟ ومالكي عنده؟ أنا لإمتى بيبقى بهالأوتيل؟ لازمني بيت مشان أنا استقر. لا تخافي، رح شوف لك. أنت عنده بيوت كتير، ما فيك تسكنني ببيت؟ الظاهر إنك ما بتعرفي شي. البيوت باسم سلمى، وبعدين أنا لهلأ لساتني زوجة، وأول ما أخذ الوصاية عليها رح تشوفي وبتختاري بيت أو فيلا إذا بدك. وكيف رح يصير هالشي؟ حتى إذا راحت سلمى على المحكمة رح يعرفوا إنها مو مجنونة. بيوم الجلسة لازم يكونوا بإيدي أسهم الشركة. خلي شي حدا يخطف سلمى. هالشغلة مو سهلة. سلمى راحت على النيابة العامة وقدمت عدم تعرض وقالت إنه أنا المسؤول إذا صار لشي. بعدين في جميلة، إذا صار شي لسلمى ما رح تتركني بحالي. بدي خليها تسلمني كل شي من خوف على جميلة، لأن هي ما بتضحي برفيقتها. وإذا هيك أنا رح أساعد أنت شوي. كيف يعني؟ جميلة رجعت فتحت المشغل يلي أنت سكرته واشتريت مكانات. وكيف قدرت؟ أخذت قرض من البنك لأبنه، فأنا عم فكر إذا ما قدرت تاخد قرض من هديك ما رح تقدر توفي حق المكانات بالمرة. فكرة حلوة؟ حلوة كتير. أنا بيعرف وين غرفتي منيح، وبعرف روح لحالي كمان. لا ما بيصير حبيبتي، بعدين بتضيعي. معقولة يعني بعد هالسهرة الحلوة ما وصلك لعند باب غرفتك يا قمر؟ وصلنا. أنت عاملني منيح كتير، لهيك أنت بيستاهل بوسي. أبظن بستاهل أكتر من بوسي، ولهذا السبب أنا صرت جارك هون. ومثل ما قلت لك من قبل، أنا عملت كل شي بتطلبيه وأخدتي كل شي بدك إياه، وهلأ ما عاد في أي سبب لوجع راسك. يلا صحصحي حبيبتي، الشغل عم يستناكي بالشركة. انت هلأ بموقع مهم كتير. مصطفى، مصطفى بيكون فاق هلأ. انا رايحة اشوفه شوي وبعدين رايحة على الشركة. شوفك هونيك. اوكي ماشي.